فرض أن يكونوا الآن بالأراضي المقدسة، لكنهم يكتفون للحظة بصورة بيت الله التي تزين وكالة للأسفار، يقولون أنهم تعرضوا للنصب من طرف صاحبها بعد أن أدوا كل الواجبات على أساس السفر هذا الأسبوع. ثلاث شهور دابا ما غادي، اليوم غدا بعد اليوم غتمشيو، غدا غتمشيو، بعد غدا غتمشيو، السيمانه غتمشيو، هاد السيمانه غتمشيو. الباسبورات راهما في السفاره، الباسبورات ما كاينش في السفاره، كاين والو. اكثر من 200 واحد اللي عاطي فلوس كل نهار كيقول لهم سيروا تغدا، سيروا النهار السيمانه الجايه، حشومة عليهم، هم مسؤولين ما كاينينش. منهم من ادى المبلغ كاملا، ومنهم من اكتفى بالدفعه الاولى فقط، لكن اقل مبلغ توصلت به الوكاله هو 10,000 درهم، واكثرهم 60,000 درهم. مر عمرتي انا ونسيبي ومرتو شهرين هادي دابا، وحنا عاطينهم دابا والو، اليوم غدا اليوم غدا وشي حاجه ما كاينه، ما داروا معنا والو، يعطونا فلوس نرزقنا، لان هذاك اكتافنا هذاك، فهمتي، ما مسامحينش فيه. المستخدم الوحيد الذي صادفناه بالوكالة رفض الإدلاء بأية معطيات، فقط أكد أن صاحب الوكالة يوجد خارج المغرب وبالضبط بالمملكة العربية السعودية،